مساء الخير. البارح صحيفة فورين بوليسي الأمريكية نشرت مقال هام جدا عن الجزائر بعنوان كما راكم تشوفوا في الصورة Algeria needs a second liberation، أي الجزائر بحاجة إلى تحرير، ستحرر مرة ثانية. هذه المرة كما راكم تشوفوا هنا في الصورة يقول من قادتها المسنين، يعني من شوابين هذو اللي راهم حاكمين بلادنا. المقال هذا بقلم فرانسيسكو سيرانو، وهو صحفي وكاتب مهتم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. راكم تشوفوا هنا في الصورة صور الحراك، وين هاد اللافتة Not my president، على المعين على قصر المرابي. وش يقول هذا المقال هذا؟ يعني بالترجمة، تسبب الغياب الطويل بسبب المرض للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة خلال السنوات الأخيرة من حكمه، في جعله موضوع نكت وأثارت شائعات متكررة عن وفاته. لذلك يقول صاحب المقال، عندما توفي في 17 سبتمبر عن عمر يناهز 84 عام، بدأت العديد من وسائل الإعلام الجزائرية نائيها بالإعلان أن هذه المرة بوتفليقة مات بالصح. بوتفليقة حكم 20 عام، يقول صاحب المقال، قبل أن تطرده الاحتجاجات الشعبية سنة 2019. البلاد، يقول كاتب المقال، في حالة خراب. بالتأكيد كل مصائب الجزائر الحالية لا تنسب إليه، يعني مشي وحده، لكن بوتفليقة كان هناك في وقت، يعني وقت مبكر، عندما شهدت بداية الدولة الجزائرية الحديثة النابضة بحياة، ويقول صاحب المقال، مستقلة حديثا، لكن مصيرها تحول إلى نظام مستبد عسكري. وبعد نصف قرن، عندما قاد النظام يعني هذا الحالي، أصبح غير قادر على تحويل ثروة شركة النفط الجزائرية إلى ازدهار. بوتفليقة هو نتاج النظام الحاكم في الجزائر ومصدر لإخفاقاته. أنا انتقد هذا الكاتب المقال بشدة حكم بوتفليقة، وقال أن شكل عهد بوتفليقة المهزوم الضربة القاضية لبدرة الشرعية التي يدعيها النظام الجزائري الغامض. كلام خطير يقول فيه. منذ سقوط بوتفليقة قبل عامين، فشل حكام البلاد في استعادة الاستقرار الذي اعتمدوا عليه لتعزيز النظام لعقود، وهذا هو المشكل الذي وقع النظام إلى يومنا هذا. ومع خروج جيل جديد من الجزائريين إلى الشارع، يتحدى الوضع الراهن بطرق غير مسبوقة. هناك شيء واحد يؤكد بشأن مستقبل البلاد، إنها إخفاقات بوتفليقة التي جلبتهم إلى هنا. يعني هادو اللي رامي حكمه رامي خلصوا تبعات حكم بوتفليقة. يقول، جاب لمحة تاريخية على الرئيس السابق. في عام 56، عندما كان يبلغ من العمر 19 عام، انضم بوتفليقة إلى جيش التحرير الوطني، الجناح العسكري لجبهة التحرير الوطني التي حاربت فرنسا القوى الاستعمارية، أو المختصر بكلمة أفلا. ما إذا كان بوتفليقة لم يطلق، يقول صاحب الكتاب المقال، رصاصة واحدة على المحتلين، لكن هذه البداية المبكرة تربطه بهواري بومدين الذي قاد القواعد الخارجية لجيش التحرير في المغرب وتونس، وكان يأخذ بوتفليقة يعني تحت قيادته. بعد الاستقلال، يعني بعد سورة 62، دخلت قوات بومدين الجزائر ووضعت أحمد بن ملا أحد قاعدة جبهة التحرير على السلطة كأول رئيس للجزائر. كانت هي اللحظة التأسيسية، يقول صاحب المقال، للنظام غير الليبرالي الذي قضى على معظم الشخصيات التاريخية لحركة الاستقلال لتأسيس نظام حزب الواحد بقيادة جبهة التحرير الوطني. أمة تحررت من الاستعمار أصبحت على الفور، يقول صاحب المقال، خاضعة للحكم العسكري منذ البداية، كان بوتفليقة جزءا منها. في سن 25 سنة، يقول صاحب المقال، أصبح بوتفليقة وزيرا للشباب والرياضة لبن بلة، وبعد عام تم تعيينه وزيرا للخارجية. وفي عام 65
عندما عارض أبو مدين آنذاك الرئيس بن بلة انقلب عليه واعتمد على دعم وولاء بوتفليقة. ثم شغل الرجل لمدة 16 سنة وزير خارجية حتى عام 1979، وخلال هذه الفترة عزز سمعة الجزائر كزعيم لحركة عدم الانحياز. خلال الستينات والسبعينات من القرن الماضي أصبحت الجزائر مركزاً للثوار ومقاتلي الاستقلال في جميع أنحاء العالم، وقدمت نفسها على أنها منارة للنضال ضد الاستعمار. في الواقع كان نظاماً استبدادياً يقوده رجال انتظروا في الغالب نهاية الحرب في الخارج، ثم تخلوا عن أي التزام بالتعددية السياسية واستولوا على الحكم عند عودتهم. هذا دائماً في مضمون المقال بعد وفاة بومدين، يقول يعني راه جايب أمور يعني يتكلم عن التاريخ نتاع النظام. في عام 1978 كان بوتفليقة على وشك أن يصبح خليفته، هذه حقيقة، لكن الجيش اختار مرشحاً آخراً هو العقيد شادي بن جديد. في عام 1981 تم نقل بوتفليقة ل تهم باختلاس ملايين الدولارات خلال فترة توليه منصب وزير الخارجية. سافر إلى الخارج لعدة سنوات وعاش في المنفى في الإمارات العربية المتحدة وفرنسا وسويسرا، وكان ذلك لتجنب العواقب المحتملة. يعني هو غادر الجزائر بسبب الاختلاسات اللي وقعت في عهد عندما كان وزيرا للخارجية. بالعودة إلى الجزائر تصدع النظام العسكري المكون من الحزب الواحد بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد والاضطرابات الاجتماعية الناتجة في أواخر الثمانينات. وردا على ذلك سمح الجنرالات الحاكمون للأحزاب السياسية الأحزاب الأخرى بالتنافس في الانتخابات ضد جبهة التحرير الوطني لخلق ما يشبه، يقول صاحب المقال، حياة سياسية تعددية، ولكن في الواقع كانوا لا يزالون يتحكمون في كل الخيوط. ومع ذلك نظم الإسلاميون أنفسهم في ظل الجبهة الإسلامية للإنقاذ المعروفة باختصار الفيس، ووصلوا إلى الانتخابات المحلية سنة 1990. بدأ أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ ستفوز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية لعام 1991. خوفاً من ذلك، يقول صاحب المقال، ألغى الجيش الانتخابات ودخلت الجزائر في صراع عنيف بين القوات والدولة والمقاتلين المسلحين في عقد من الحرب الأهلية التي أقرت ذلك. يقول صاحب المقال، لقي ما بين 150 ألف و 200 ألف جزائري مصرعهم، وأبلغ عن الألاف الآخرين في عداد المفقودين من قبل الدولة. مع انحصار الصراع احتاج الجنرالات إلى رئيس يمكنه في الوقت نفسه المطالبة بشرعية حرب التحرير والقبول به من قبل مختلف الفصائل داخل النظام الحاكم. دعوا بوتفليقة سنة 1999، انتخب عليه بانسحاب المرشحين المتنافسين من المنافسة وسط اتهامات بتزوير الانتخابات. رجيبها يعني بالتسلسل. اختارت السلطة، وهي مجموعة مبهمة، يقول صاحب المقال، من جنرالات الجيش ورؤساء الأجهزة السرية الأمنية والسياسيين المسنين، يعني دائما يختاروا رئيس جزائري في الدولة شديدة المركزية، يعني سنتراليزي. سهل على ذلك الحفاظ الجيش على سلطته، لكن بوتفليقة كان يهدف إلى شيء مختلف. قال قبل حصوله على المنصب، لا أريد أن أصبح رئيسا لثلاث أرباع، هذه قالها قبل وحتى كان بريزيدان. كرئيس، يعني باش نوضح الأمور المتابعين، كرئيس كان بوتفليقة الفضل، يقول صاحب المقال، في إحلال السلام في الجزائر من خلال إضفاء الطابع الرسمي على لزاكور اتفاقيات وقف إطلاق النار بين الجيش والمتمردين، يعني اللي كانوا ضد النظام، ومنح عفو عام لجميع المتورطين في الحرب الأهلية. في الواقع حاول بشكل أساسي فرض فقدان الذاكرة العامة على ضحايا الحرب الأهلية في عام 1999، عندما تتساءل، يقول صاحب المقال، والدة أحد الآلاف الجزائريين الذين اختفوا على يد قوات الأمن خلال الحرب الأهلية عن مصيرهم. رد بوتفليقة بسرعة، وهذه حقيقة، المفقودون ليسوا في جيبي، تم نسيان الحرب الأهلية وعانوا فيها غير المبرر، تم إخفاق، يقول صاحب المقال، المقابر الجماعية التي وجدت في جميع أنحاء البلاد. في عهد بوتفليقة، يقول صاحب المقال، استخدمت خطورة يعني تخويف حرب عودة الحرب الأهلية لتذكير الجزائريين بأن الفوضى تجلب الفوضى. كان هذا إلى جانب قام بالزيادات السخية في رواتب الشرطة والمسؤولين الآخرين
والزيادات في دعم القمح والسكر والحليب كان كافيا لردع احتجاجات الشوارع الضخمة خلال انتفاضات 2011 التي أطاحت بالعديد من الحكام العرب أو ما يعرف بالربيع العربي. في العقدين التاليين للاستقلال اختار النظام الجزائري نموذجا اقتصاديا قائما على الدولة بخطط خماسية وشركات كبيرة مملوكة للدولة، على الرغم من خصخصة بعض الصناعات في التسعينات، إلى أن الحكومة لم تقلل دورها حقا، فقد سمحت سيطرة الدولة للنظام بإدارة الإيجارات الاقتصادية في بلد يعتمد بشدة على النفط إلى غاية اليوم. تمثل عائدة النفط 60% من ميزانية الحكومة و94% من عائدة التصدير. تم استخدام البنوك العامة لتغذية المحسوبية. خلال فترة حكمه، فترة حكم بوتفليقة التي استمرت 20 عام، يقول صاحب المقال، قام بوتفليقة بتمكين مجموعة من الأوليغارشية الذين تم إثراؤهم من خلال وصولهم إلى عقود يعني الدولة، وبالتالي جلب الأموال من النظام الحاكم وخلق قاعدة دعمه بشكل خاص. أدت المحسوبية الاقتصادية إلى إضعاف، يقول صاحب المقال، قبضة الجيش على السلطة، لكنها تسببت أيضا في انتشار الفساد. أصبح الوصول إلى الثروة الهيدرو أو الثروة النفطية أكثر اعتمادا على الولاء للنظام. تدهورت صحة بوتفليقة، يقول صاحب المقال، بعد إصابته بجلطة دماغية عام 2013 أصابته بالشلل الجزئي وأصبح رئيسا غائبا، وكان دوما في الخارج للعلاج الطبي وأصبح ضعيفا ونادر الظهور في المناسبات. كانت سنوات فترة حكم بوتفليقة فترة ثراء هائل، يقول صاحب المقال، للجزائر، ولكن ليس لمعظم الجزائريين. في أبريل 1999 عندما فاز بوتفليقة بالرئاسة لأول مرة كان سعر النفط 13 دولار للبرميل. على مدى سنوات استمرت الأسعار في الارتفاع حتى بلغت ذروتها عند 147 دولار للبرميل في صيف 2008. وفي غضون ذلك يقال أن أرباح المليارات الدولارات التي جنتها الجزائر تم توجيهها إلى البنية التحتية، لكن إذا سافرت إلى البلاد اليوم، يقول صاحب المقال، فمن الصعب أن ترى أين ذهبت تلك الأموال. عندها الحق هذا الكلام. بحلول 2014 انهارت أسعار النفط، يقول صاحب المقال، لم يتم إصلاح أي شيء في الجزائر، لا يزال الاقتصاد يعتمد على تصدير النفط واستيراد كل شيء تقريبا. تم بناء طرق سريعة جديدة ومشاريع إسكان اجتماعي، يعني السكنات الاجتماعية، لكن الكثير ضاع بسبب الفساد وسوء إدارة المؤسسة العسكرية والأوليغارشية التي نشأت خلال سنوات حكم بوتفليقة. في عام 2019 الجزائر، يقول صاحب المقال، عانت بالفعل من عجز في الميزانية واحتياطاتها من العملاء الأجنبية، يعني العملة الصعبة بدأ يتأكل بسرعة. بالنسبة لمعظم الجزائريين لم يكن من الواضح من كان يدير البلاد بالفعل. لقد انغمس النظام إلى الأبد في خلافات بين فصائل السلطة المختلفة، يعني أجنحة النظام، ولم يوفق النظام على خطة خلافة من الرئيس المريض. لذلك حاول أن يفرض ولاية خامسة لبوتفليقة على الجزائريين وأن يبقي الأمور على ما هي عليه. دفع هذا القرار ملايين الشباب، يقول صاحب المقال، إلى الشوارع. لم على عكس والديهم لم يعيشوا الحرب الأهلية في التسعينات، ما شافوش الحرب الأهلية في التسعينات، وبالتالي كانوا محصنين ضد ادعاءات النظام بأن الاستقرار الاستبدادي، يقول صاحب المقال، هو أفضل ما يمكن أن تأمله الجزائر. على الرغم من التعبئة في البداية ضد ولاية خامسة لبوتفليقة، إلا أن الحركة الاحتجاجية غير الحزبية، يقول صاحب المقال، نمت منذ ذلك الحين، وتوسع دائرة الرفض بشكل سلمي للاستبداد العسكري أو الحكم الاستبدادي الذي حكم البلاد منذ الاستقلال. عندما أصبحت الشوارع صاخبة للغاية، ضحى النظام، يقول صاحب المقال، بجزء منه من أجل البقاء. في أبريل 2019 قام أحمد قايد صالح الذي عينه بوتفليقة رئيسا لأركان الجيش قبل سنوات بإقالة الرئيس من مصيره. أظهر التلفزيون العمومي صورة لبوتفليقة الضعيف وهو يسلم استقالته إلى رئيس مجلس الدستوري مرتديا جلابة تقليدية، ويبدو وكأنه شخص تم انتقاؤه من الفراش في منتصف الليل. مع وجود بوتفليقة على الهامش، واصل متظاهرو الحراك مسيرتهم كل أسبوع
كانوا يعرفون أن الرئيس ما هو إلا جزء من نظام أكبر، وطلبوا بانتخابات تأسيسية لإصلاح النظام الحاكم وليس رئيسا آخر يتم اختياره خلف الأبواب المغلقة. يقول صاحب المقال: استمر الجمود السياسي لأشهر حتى فرض الجنرالات انتخابات رئاسية جديدة نهاية عام 2019، ورغم ضعف الإقبال أعادوا إحياء شخصية أخرى من النظام لملء منصب الرئيس لملء المنصب بجلب عبد المجيد تبون، كان وزيرا ورئيسا للوزراء، وزير في عهد بوتفليقة منذ 2019. رفض العديد من الجزائريين المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات الرئاسية والتشريعية متجاهلين، يقول صاحب المقال، محاولات النظام لكسب الشرعية، غير قادرين، يقول صاحب المقال، على إعادة بناء يعني واجهة مدنية تسمح له بحكم الجزائر، يقصد النظام من خلف الستائر. اعتمد الجيش بدلا من ذلك على طريقة مألوفة، وصف المعارضة السياسية بأنها مؤامرة لزعزعة استقرار البلاد، ويلقي اللوم على المغرب في موجة حرائق الصيف التي أودت بحياة العشرات ودمرت مناطق واسعة من منطقة القبائل ذات الأغلبية البربرية. تسارعت وتيرة اعتقال الصحفيين والقمع خلال جائحة كورونا والنشطاء المتظاهرين، وعلى الرغم من الاحتجاجات في عام 2021 إلى أن البلاد تغرق في سخط اجتماعي، مما يزيد من احتمالات، يقول صاحب المقال، العودة إلى الاحتجاجات الجماهيرية والعنف بعد قضاء معظم فصل الصيف. يقول صاحب المقال في مواجهة مشكل المياه: يتساءل الجزائريون كيف لا تستطيع دولة بها أحد أكبر احتياطات النفط في العالم تشغيل أو توفير المياه عبر الصنابير. أدى انخفاض، يقول صاحب المقال، قيمة الدينار إلى زيادة التضخم ورفع تكلفة المعيشة، والاحتياطي النقد كان في 2016، يقول صاحب المقال، 120 مليار دولار إلى غاية 42 مليار دولار في 2021. يواصل صاحب المقال ويقول: عالقون في صراعاتهم على السلطة، لم يسمح القادة العسكريون والسياسيون الجزائريون للبلاد أبدا، يقول صاحب المقال، بالاستفادة من ثروتها ومن الموارد أو من موقعها الاستراتيجي في شمال أفريقيا والبحر المتوسط. ولعل هذه أكبر مأساة في عهد بوتفليقة والنظام، يقول: لقد فعل القليل بالكثير، لا أعتقد أعاق الجنرالات والساسة المسنون مثل بوتفليقة الجزائر لفترة طويلة. فرانسيسكو سيرانو، صحفي وكاتب مهتم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حقيقة كل ما قاله الصحفي بخصوص هذا النظام هي الحقيقة بعين ذاتها. دونك نشوفوا هذا النظام واش يدير، واش يرد على مقال كنقولوا فورين بوليسي، أكبر الصحف الأمريكية والأكثر تأثير على القرار الأمريكي. إذن دونك نشوفوا هذا النظام واش غادي يدير، هل يستدعي السفير الأمريكي ويحتج، ولا يروح يقطع العلاقات ويقول الأمريكا راها تعدادي على الجزائر؟ أبدا ما عندهش الجرأة، أبدا ما عندهش الجرأة. هذا المقال عرّى هذا النظام على المستوى الدولي، وهذا المقال هو موجه بالأساس إلى الرأي العام في الولايات المتحدة ليكتشفوا حقيقة هذا النظام الصعلوكي، النظام الجبان المستبد اللي رهن البلاد وكان فعلا مجرد قزم أمام وطن كبير، كبير بشعبه وكبير بإمكانياته. غادي نشوفوا إعلام الأبواق نتاع النظام كيفاش يتجاوبوا مع هذا المقال، هذا في حالة إذا طرقوا له، لأنهم هما يلتزمون الصمت عندما تنشر مقالات من هذا النوع. إذن ما قاله الصحفي في هذا المقال هو خطير وهام جدا، وعرى وفضح هذا النظام اللي رانا ناضلوا من أجل إسقاطه، وذلك من أجل إنقاذ الوطن اللي هو في خطر بسبب وجود نظام العجائز هذا اللي راه يتحكم في البلاد والعباد. هذه ترجمة مقتضبة لما ورد في مقال فورين بوليسي
الصادر أمس بالولايات المتحدة الأمريكية. أضرب لكم موعدا إن شاء الله في القريب، حصة أخبار في دقائق. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.